الحكومة قدمت مشروع قانون للاتصال لهيئة الاتصال السمعي البصري المجلس النواب وبدأ يناقش فيه في لجنة الحقوق والحريات. المشروع هذا يهتم عموما بتركيبة هيئة الاتصال السمعي البصري. هو في الأصل مشروع القانون هذا يفترض أن يكون بديل للمرسوم 116 اللي ينظم الاتصال السمعي البصري في الوقت الحاضر وينظم طرق عمل الهيئة وتركيبتها وكل ما يتعلق بالهيكل التعديل. بالنسبة للمشروع اللي تم إحالته على المجلس النواب الشعب، هو مشروع يتعلق بالهيئة التعديلية فقط، أي يضبط كيفية العضوية، كيفية الانتخاب وإجراء الانتخابات وشكون يكون ممثل في الهيئة هذية، طرق تنظيمها وعملها وصلاحيتها. هذا علاش يقتصر الجزء اللي تم إحالته على مجلس النواب الشعب، وبالتالي المشروع هذا ما ضمنش الجزء الثاني من المرسوم اللي هو يتعلق بتنظيم المشهد ومسألة تسنيد الإجازات والعقوبات وأنواع الخروقات وإجراءات والعقوبات اللي تتسلط على الخروقات هذه، كل ما يتعلق بتنظيم المشهد. بالطبيعة هو التجارب العالمية كل متاع تعديل القطاع السمعي البصري تكون هيئة الاتصال هي جهة، هي سلطة أولا ترتيبية ماهيش استشارية، عندها رأي متحاسم في كل شيء، تستشار وجوبا في المشاريع القوانين، رأيها مطابق في تعيين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، وأهم حاجة هي جهة كما نقولوا احنا تحكيمية، تعطي توجه عقوبات، توجه لفت نظر، تمنح رخصة، عندها صلاحية منح الرخصة. هذه الفلسفة نتاع أنه الدولة تتخلى على جزء من صلاحياتها للهيئات المستقلة هذه. الحكومة الآن في مشروعها ما وفرتش هذا وما ضمنتش هذا. يقول القائل شكون باش يعاقب بعد وشكون باش يراقب وشكون باش يعمل الشيء هذا؟ باش تحل باب. لن تكون هناك أي يعني جهة مخولة قانونا بهذه الوظيفة، وهذا هي الخطورة. هذه الخطورة، يعني لا يمكن أن يعني الفلسفة متاع العملية التعديلية هو أنه يعني جهاز مختص هو الذي سيقوم بهذا الدور، وإذا يعني انتفت هذه الوظيفة بشكل قانوني واضح ومضبوط فستصبح العملية يعني مفتوحة على كل يعني التجاوزات وعلى المجهول. الإشكالية لهنا كده فما إطار قانوني ماهوش واضح وفيه لبس، كما مثلا تعطي انت مشروع قانون العقوبات ما تعرفش كنا باش يحددها وقتها، يمشي للقضاء، القاضي باش يعمل، عنده عقوبه زجريه باش يعمل. دونك لهنا باش نوليو كونتر لي برينسيپ دو لا ليبرتي ديكسبرسيون، الوغ كو لو برينسيپ سي لا ليبرتي ديكسبرسيون، ليكسيبسيون هي العقوبه. إذا باش نحطوا الصحافي ولا المنشأة الإعلامية في كل ما يتعلق بالخروقات اللي ترتكب في المنشآت هذه، معناها قضينا على حرية التعبير في نهاية المطاف، لأنه في الهيئة التعديلية هي كما قلت لك هي وجدت لحماية حرية التعبير من خلال القرارات اللي تصدرها على ضوء الخروقات اللي ترتكب، واللي هي عادة ماهيش عقوبات زجرية، معناها هي وتحمل زيادة المنشأة جزءا من المسؤولية، ولكن كي تبعثوا انت قدام القاضي الجزائي راهو في نهاية المطاف تلقى عقوبات سلب الحرية، تلقى عقوبات هذا، وهذا ما يخدمش حرية التعبير. بالطبع الهيئة التعديلية يعني هي ليست مجرد أشخاص، بل هو هيكل متكامل يقوم برصد يعني كل ما يبث وكل ما ينشر وكل ما يذاع إلى آخره على القنوات التلفزية وعلى المحطات الإذاعية، وبالتالي هذه المتابعة وهذا الرصد هو يعتمد على نوع من التقييم لهذه البرامج، وهو الذي يرصد التجاوزات مقارنة بالقواعد المتفق عليها ومقارنة بكراسات الشروط. مثل هذه المهارات التي تتوفر في هذه الهيئة التعديلية بالتأكيد سوف لن تكون متوفرة لدى القاضي، يعني لا تفترض في القاضي أن يكون عنده خلفية وثقافة إعلامية بحيث أن يستطيع أن يميز يعني بين هذا وذاك، بين هذا البرنامج وهذا وذاك البرنامج، وما هي طبيعة التجاوزات. القاضي فقط يعني يمكن أن يحكم في يعني شكوى متعلقة بالقذف أو بكذا حينما يرفعها المواطن تجاه محطة معينة، لكن كل هذه التفاصيل ذات الطابع
التقني، هذا يعني الجانب هذا الإعلامي لا يمكن أن يتوفر لدى القاضي. من هذا المنطلق نقول أن هو هذه الهيئة التعديلية هي في واقع الأمر يعني خلاصة لتجارب ولي يعني أشخاص لهم باع طويل في هذا المجال وكذلك تجهيزات متكاملة. هذا بالطبع لا يمكن أن يتوفر بأي حال من الأحوال للقاضي البسيط الذي تقدم له شكاية. ومن هنا نقول أن هذه الهيئة التعديلية وظيفتها أساسية ولا يمكن يعني الاستعاضة بها عنها بيعني القضاء. قانون من نوع هذايا ما ينجم يكون كان أولا يخدم الحكومة ويخدم أصحاب المؤسسات. أساس رؤوس الأموال هي تمول في المؤسسات، لأن هي خطر احنا في تونس رؤوس الأموال أكثرها داخلة في السياسة وكلها في أحزاب سياسية وكلها عندها أهداف سياسية. رؤوس الأموال هم اللي يحكموا في الدولة في تونس، هم اللي يحكموا في الحكومة. اشتر البرلمان رؤوس أموال، الأحزاب السياسية الكبرى اللي تشوفها كلها رؤوس أموال. مثلا الحكومة تخدم كيف في أجندات رؤوس الأموال في السمع البصري، باش تخدم رؤوس الأموال اللي هم فهمتي أولا عندهم وسائل الإعلام، ثانيا هم داخلين في الأجندات السياسية. معناتها هذا كل هذا هو معناتها حماية المصالح، راهي ماهيش في جهة واحدة، هي كما نقولوا باكيج مع بعضه ناخذوا نحملهم مصالحهم المالية الاقتصادية والسياسية. ويعني للتذكير أقول أن سيد الوزير الحالي كان موجودا آنذاك يعني كعضو في المجلس التأسيسي وكان يدافع على هذه الهيئة، على هذه المؤسسات الإعلامية الخاصة. ولكن في نهاية المطاف العباد يلزمها تفهم أن القوانين تتعمل للمواطن، القوانين تتعمل للبلاد مش للأشخاص. هو دايور سي المهدي بن غربية، فما مرة سألته صحفية في إذاعة قالت له كيفاش انتوما شبيكم الناس معارضة القانون وغيره ورغم معناه الاحترازات وكل انتوما مصرين على الموقف نتاعكم، قالها في نهاية المطاف احنا اللي نقرروا، احنا اللي نحكموا، احنا اللي نقرروا. اور هي مش مسألة شكون اللي يحكم، ولكن شكون تعمل القانون، مش شكون باش تعملوا للي يحكم انت القانون، باش تعملوا مواطنيك، باش تعملوا لبلادك، باش تطور بلادك.